والله مشكلة عادل، يعني الله يعين لجنة المسابقات، وين الجدول هالمباريات؟ هي فعلا حالة استثنائية، يعني فعلا هذا الدوري أو هذا الموسم اللي يطلق عليه موسم استثنائي، لأنه كل الجهات المعنية مستنفرة لمحاولة ترتيب الأمور ومواكبة التحديثات. صحيح، ممكن تحدثنا قبل أسبوع أو أسبوعين وبدر أنه وتحديد لجنة المسابقات تأخذ في الاعتبار إذا ما تم بعض التقديم بعض التأجيل، استفادة من بعض الإلغاء، وإن كان هناك أخبار أنه لن يتم هناك تأجيل، لكن كل شيء ممكن، يعني أقصد خلال خلي احتمال موجود الفترات القادمة، احتمال موجود، الاحتمال موجود مع بقاء رأينا اللي أنت تذكره أن المسابقات برمتها تعود لحضنها الأول اللي هو الاتحاد السعودي لكرة القدم، لأن هي القادرة والمتمكنة والتي تملك الخبرة والتجربة. لا يعني كون في أخطاء ترى أنه نصف واضح فيها واضح. لا يعني في أخطاء حتى على ياسر المسحل أو حتى على لجنة الانضباط المتعبة والمنهكة والهشة حتى الآن بقرارات نحن نطالب بتصفيتهم، ولكن لهم أخطاء كوارثية بشكل واضح وجلي. يعطيك العافية، شكرا لك جمال عارف. شكرا لك، بس شكرا انه الحمد لله انه ما في تاجيل. لو في تاجيل الدوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين حتكون مشكله كبيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله الامور بخير واحنا بصحه وعافيه ان شاء الله، وما في ولا شيء ان شاء الله. ماجد الفهمي، مصائب قوم عند قوم فوائده. اعتقد استغلال ايام الفيفا الملغيه في للمنتخبات السعوديه اعتقد نقدر نستغلها في تقديم بعض المباريات عشان الموسم هذا تاخر بطبيعه الحال. والشيء بالشيء يذكر فيما يخص فهد مولد جانيني تحديدا. جانيني وصل جانيني حين وصل جدا. بس المعلومة مهمة، يعني البعض يتساءل كيف جانيني قاعد رايح جاي. جانيني أمه تتعرض لي، أعتقد أنها وصلت لمرحلة العمى الله يشفيها، فاللاعب حالتها الصحية سيئة جدا، فعشان كذا هو رايح جاي. أعطيك العافية، شكرا لكم وبدر. جميع المشاهدين، بكرة موعد آخر الدوري مع وليد، خليكم دائما على SBC. أرجع أذكركم اغسل يدينك وبطلوا بوس الفترة هاي. صباح الخير.